على ضفاف نيل مصر الخالد يرتفع أقدم وأكبر صرح طبي في الشرق الأوسط، كلية الطب قصر العين ومستشفيات جامعة القاهرة التي تتبع جامعة القاهرة العريقة. يرجع تاريخ هذا الصرح الطبي الضخم إلى 175 عاماً عندما افتتحت مدرسة الطب بأبي زعبل والمستشفى الملحق بها برئاسة كلود بيك. وإذا أردنا أن نتعمق في تاريخ الطب المصري بصفة عامة وقصر العين بصفة خاصة، فليس هناك أفضل من متحف قصر العين الذي تم افتتاحه في عام 1999 كمنبر للكشف عما أسداه الرواد لوطنهم من خدمات جليلة وإلقاء الضوء على رجاله العظماء، وذلك في شكل مقتنياته المتنوعة من لوحات وصور ومخطوطات ووثائق وتماثيل. وبجوار المتحف تقع قاعة الاحتفالات التي تسع لأكثر من 900 شخص، وتشهد هذه القاعة تقليداً سنوياً، وهو تكريم أوائل خريج الكلية. كما تقام بها العديد من الحفلات الموسيقية والندوات العلمية والمؤتمرات الكبرى. كلية الطب بيدرس فيها في الوقت الواحد حوالي 7000 طالب في سنوات الدراسة المختلفة، وبتضم من أعضاء هيئة التدريس ما يقرب من 3000، بتضم من العاملين ما يقرب من 10000 موظف وعامل في خدمة هذا الصرح الكبير، بتضم من أسرة التمريض ما يقرب من 3000 ممرضة ومساعدة ممرضة. في نفس الوقت بيدرس فيها حوالي 9000 طالب دراسات عليا من المصريين من كل أنحاء الجمهورية ومن الأشقاء العرب من البلاد العربية. كانت كلية الطب تضم في الماضي إلى جانب طلاب الطب دارسي طب الأسنان والصيدلة والتمريض، ثم انفصلت كليتي طب الأسنان والصيدلة عام 1955، ثم أنشئ المعهد العالي للتمريض داخل حرم الكلية. وتضم الكلية العديد من المدرجات وقاعات التدريس المجهزة للطلبة. إلى جانب المعامل اللازمة للدراسة العملية، كما يوجد بالكلية مكتبة للطلبة بها أحدث المراجع العلمية. وبعد تخرجهم ينخرط العديد من الطلاب في مجال الدراسات العليا للتخصصات المختلفة، ويتتلمذون على أيدي حوالي 2500 من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وتوفر لهم الكلية التدريب السريري والدراسة النظرية إلى جانب مكتبة ضخمة للدراسات العليا مجهزة بأحدث التقنيات العالمية. وتمنح الكلية درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات الأكاديمية والإكلينيكية.
ويقوم مركز التعليم الطبي بدور كبير في إمداد الطلاب والباحثين بما يحتاجونه من وسائل البحث السمعية والبصرية وإنتاج المواد العلمية والتعليمية بكافة صورها مثل الكتب والمطبوعات والشرائح وأقراص الكمبيوتر. ويقوم المركز كذلك بتنظيم دورات تدريبية وورش عمل دورية في مجالات البحث العلمي والتعليم الطبي. ويحتوي المركز على مطبعة ومعمل تصوير، بالإضافة لمسؤوليته في إعداد وتحديث موقع الكلية على شبكة الإنترنت. وتصدر الكلية المجلة الطبية الدورية لجامعة القاهرة كل 3 شهور. وفي قصر العين تخرج أعظم رجالات مصر وحكماؤها. أما عن دور المستشفى العلاجي فهو بلا شك دوراً رياديًا في هذا المجال، إذ تضم مستشفيات جامعة القاهرة أكثر من 5000 سرير موزعة بين مستشفى المنيل الجامعي ومستشفى الأمراض الباطنية ومستشفى الطوارئ والاستقبال ومستشفى الأطفال أبو الريش بالمنيرة ومستشفى الأطفال التخصصي الجديد، إلى جانب مستشفى قصر العين التعليمي الجديد ومستشفى المنيل التخصصي. وتقدم المستشفيات العلاج المجاني لقرابة 1.5 مليون مريض سنوياً. بيشرف القصر العيني أنه قبلة علاج المصريين في كل أنحاء الجمهورية. مستشفيات القصر العيني بتضم أكثر من 3500 سرير مجاني، تقدم الخدمة الطبية للمرضى الغير قادرين بالمجان، وبعض الأسرة بأجر اقتصادي أقل من سعر التكلفة. على مدار الأكثر من 176 عام منذ إنشاء القصر العيني بيتم التحديث وبيتم إضافة خدمات طبقاً لاحتياج المجتمع. وحدات الطابع الخاص هي وحدات تخصصية تقدم خدمة طبية متميزة، وفي غضون الأعوام الماضية تم افتتاح وتشغيل 39 وحدة ذات طابع خاص. نذكر منها على سبيل المثال مركز رعاية الحالات الحرجة، ويضم 3 وحدات مستقلة بطاقة أكثر من 75 سرير، ويشمل وحدة رعاية متعددة الأغراض ووحدة رعاية قلبية ووحدة رعاية متوسطة. ويبلغ عدد حالات الدخول 2500 حالة سنوياً، ومركز متكامل يتوفر به كل ما يحتاجه المريض من وسائل تشخيص وعلاج الأمراض القلبية والحالات الحرجة. كذلك وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد، والتي تقوم بفحص وعلاج أكثر من 10,000 مريض سنوياً باستخدام أحدث الأجهزة التشخيصية في مجال المناظير. أما مركز علاج الأورام بالإشعاع والطب النووي فهو يخدم حوالي 50,000 حالة أورام سنوياً، ويشمل العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي. وتقوم معامل بيولوجيا الأورام بفحص أكثر من 100,000 شخص سنوياً للتشخيص المبكر ومتابعة العلاج باستخدام دلالات الأورام. مركز التشخيص الطبي التصويري والأشعة التداخلية، والذي أنشئ في عام 1990 ويحتوي على أحدث أجهزة لتشخيص وعلاج المرضى بالأشعة، حيث يضم المركز 3 أجهزة أشعة مقطعية و
وجهازين للرنين المغناطيسي وجهازين لفحص الشرايين والأشعة التداخلية. وتقوم الوحدة بفحص أكثر من 170 ألف حالة سنوياً. أما وحدة تشخيص أمراض العيون والعلاج بالليزر فقد أنشئت بغرض التشخيص المبكر وعلاج أمراض العيون باستخدام الليزر. وتضم غرفتي عمليات وتعالج أكثر من 2000 مريض سنوياً. أيضاً وحدة جراحات زرع قوقعة الأذن والتي بدأ العمل بها في عام 1998 وتختص بعلاج مرضى الصمم الكامل والأطفال فاقدي السمع والنطق، وهي مجهزة بأحدث الأجهزة التشخيصية والجراحية، وقد قامت بإجراء أكثر من 30 جراحة لزرع القوقعة وتأهيل مرضى الصمم في خلال السنوات الماضية. ومستشفى المنيا للتخصصي، وهو وحدة ذات طابع خاص، افتتح عام 1997 ومخصص بالكامل للعلاج الاقتصادي، ويقدم خدمة طبية متميزة بأسعار تقل كثيراً عن المستشفيات الخاصة. يضم المستشفى العديد من العيادات الخارجية والأقسام المتخصصة مثل وحدة زرع النخاع، وحدة الرعاية القلبية، وحدة تشخيص وعلاج أمراض الجهاز التنفسي، رعاية المخ والأعصاب وطب الحالات الحرجة. ويوجد بالمستشفى 3 أجنحة عمليات، في كل منها 3 حجرات عمليات مجهزة على أعلى مستوى، علاوة على 5 أقسام للمرضى الداخليين تضاهي مثيلاتها بأحدث المستشفيات الخاصة. مستشفى قصر العين التعليم الجديد، أو الفرنساوي كما يطلق عليه، بسعة 1208 سرير، وهو مجهز بأحدث المعدات والآلات الطبية، ويقدم خدمة طبية متميزة بأسعار مناسبة، حيث يعمل به خيرة الأطباء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية. يضم المستشفى وحدة استقبال طوارئ على أعلى مستوى من التجهيز، وجناح عمليات به 18 غرفة عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة والآلات الجراحية والميكروسكوبية، ووحدة أشعة تشخيصية بها أجهزة أشعة مقطعية ورنين مغناطيسي. ويتمتع مرضى القسم الداخلي بأعلى مستويات الفندقة والعلاج الطبي المتميز. ومنذ افتتاحه عام 1996 تم الكشف بالعيادات الخارجية على أكثر من 550 ألف مريض، كما تم إجراء أكثر من 75 ألف عملية جراحية وعلاج أكثر من 100 ألف مريض بالأقسام الداخلية. والجدير بالذكر أن المستشفى حصل على شهادة الأيزو 9001 من هيئة التسجيل والاعتماد الأمريكية. وبمرور الزمان لم يصبح قصر العين مجرد مدرسة للطب أو مركزاً لعلاج المرضى فحسب، بل أصبح له دوراً مؤثراً في خدمة المجتمع وتنمية البيئة. قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة أحد القطاعات الحيوية النشيطة التي تعمل داخل منظومة العمل في كلية طب قصر العين. بنبدأ بحاجة لمسها مجموعة كبيرة من المجتمع المحيط، وهي خدمة القوافل العلاجية. امتد نشاط القوافل إلى خارج جمهورية مصر العربية، وآخر قافلة قامت لإعادة تدريب الأطباء وهيئة التمريض وتقديم بعض الخدمات الصحية للعراق الشقيق في الوقت الحالي.
في مجال الطب الوقائي يوجد مركز الطب الوقائي والاجتماعي في كلية طب قصر العين، وهو يقوم بتقديم الدراسات الخاصة بالوقاية. يقوم أيضا بعض خدمات تنظيم الأسرة وكثير من خدمات العلاجية للأطفال. وفي العقدين الماضيين تم تحديث البنية الأساسية لمستشفى المنيل الجامعي، وقد شمل التحديث كذلك إدخال أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات لخدمة الكلية والمستشفيات، وأنشئ مركز ميدنت للمعلومات الطبية والشبكات الدولية، ويضم المركز مكتبة إلكترونية تقدم خدماتها عبر شبكة الإنترنت لأعضاء هيئة التدريس بالكلية والباحثين من خارجها، وتضم قواعد البيانات العلمية لأحدث المراجع والدوريات الطبية العالمية، ويتم تحديثها دورياً. وقامت المستشفيات بإدخال خدمة الطب عن بعد بمركز الميدنت، وهي فلسفة جديدة في الطب، حيث توفر خدمة الكشف والتدخل الطبي عن بعد للمرضى والأطباء في الأماكن النائية، وتقوم الوحدة أيضاً بنقل المؤتمرات الطبية العالمية. كما قامت المستشفيات أيضاً بإدخال نظام الروبوت الجراحي، وهي أحدث تقنية عالمية في مجال الجراحة. مستشفيات الأطفال. مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي، مستشفى أبو الريش الجامعي، ومركز الطب الوقائي والاجتماعي. وتعتبر العيادات الخارجية لمستشفيات الأطفال أكثر عيادات المستشفيات ازدحاماً، فهي تستقبل أكثر من 500,000 طفل سنوياً. وتقدم خدماتها المجانية من علاج وجراحات بطاقة 800 سرير لأكثر من 22,000 مريض بالأقسام الداخلية سنوياً. وقد جهزت مستشفيات الأطفال بأحدث الأجهزة والوسائل العلاجية، وبها قسم الاستقبال الطوارئ، والذي يعد مركز طوارئ الأطفال الأول بمصر، وقسم للرعاية المركزة. وتحتوي مستشفى الأطفال التخصصي على 9 غرف عمليات لمختلف الجراحات التخصصية. وتضم المستشفى أحدث وحدة متخصصة لعلاج أمراض القلب، مجهزة بجهازين لقسطرة القلب يتم بها إجراء القسطرة التداخلية بقدرة حوالي 800 حالة سنوياً. أما مستشفى أبو الريش بالمنيرة والذي أعيد بناؤه مؤخراً، فهو يضم قسماً خاصاً بأمراض الكلى والفشل الكلوي، يجرى به غسيل كلوي دموي وبريتوني بطاقة 700 جلسة غسيل شهرياً. قسماً للجهاز الهضمي أنشئ بهدف علاج النزلات المعوية، وذلك لانتشارها لدى الأطفال الرضع تمشياً مع